شلبلية. علامك يا ذيب، الكل صار يتجرع عليك. اي ذيب، شو يا ذيب صار ما تقلب عندك؟ اقلب عندك يا رجل. السلام عليك. هلا. وش هذا يا بشار؟ وش بيك؟ ها؟ ما بي شيء، ما بي شيء. شلون ما بي شيء؟ وأنا أشوف أثر الدم على يدك. إيه، وقعت، ظليت أركض ورا صيدة وتعثرت وهي فاتت بالشوك وانجرحت منها. أنت وين كنت؟ أنا كنت أتمشى مع روحي. ما أنت عارف يا أخوي، أنا وحيد بهالديرة، لا أهل ولا صديق. إيه يا أخوي ركان، ترى حقك من الضيافة علي حين أفضع، بس عاد يا أخوي أنا الحين تعبان ويجوز أنام. هالوقت؟ إيه يا أخوي ركان، ترى النوم سلطان، وما يعرف لا صبح ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب، وأنا تعبان ودي أروح أنام بخاطرك. تحس بوجعان؟ لله يا اخوك، خفيف. هي سلامتك. الله يسلم عمرك. تدري انا اقول ما بي غيره بشار. لله يا جسر، اللي هاجمني رجل ضخم قوته كبيره، الشرار يطاير من عيونه، الخوف ماله مكان بقلبه. الصحيح انه هزمني. زين، ما تعرف مين هو اللي عاونك عليه؟ اي ذيب، ما في بالعرب كلها واحد يقدر يساعدك غير عارف. اي ما في غير عارف اللي يقدر يساعدك. وشلون تساعدني ذيب؟ ودي بالاول طرقوع لبن عليما. واه يا عارف، لو لخمتك خماسي لخلك تعد سنونك على الارض واحد واحد. ما ودك ترقيع ولا شيء، ودك تحكي بدون ترقيع. حكي. اي هدي ذي. بقول تدري شلون اقدر اساعدك؟ بالغدر. اتخسى ليه؟ ذيب ما يقدر، ذيب واجهه مواجهه، انا ما خاف من احد. يا ذيب شلون تقدر تواجهه وانت ما تعرفه شلون؟ انا صحيح ما شفت وجهه، لكن انا حسيت بقوته. يا رجل، هو الوحيد اللي وده هد حاله. ذيب تدري يا ذيب، لو اننا وياك نعرفه نقدر نخلص منه. ذيب فكرك من يكون؟ ماود، علامك. توخرت عليكم؟ ليش رغم انت توخرت ولا غير؟ علامك، ليه حالتك هيك؟ ما بي شيء، كنت مع الرعيان. شلون ما بي شيء؟ علامك يا سعد، وش صار لك؟ كان انذبح اليوم، بس لا تعلم جد بشيء. منو اللي تجرى عليك وانت ساعد حفيد الشيخ هلال؟ ما صار شيء يا مهود، ما صار شيء. وانت نجيت بروحك ولا جسار عاونك؟ لله، انا دريت بالسالفة من سعد. اي انا، وما احد يقدر يعاونك مثلي.
شلون؟ أملك القوة والعقل والشجاعة، وعندي اللي ينتظرون إشارة مني، وبيهم أحقق اللي أريده. يا عم، ما ينقصني غير ثقتك بي. وفجأة يا خال حسيت لك الأرض تمايل تحت رجلي. وضو الشمس يا خال، ضو الشمس باهت، وما حسيت بالضربة إلا حين تعداني. هو تعداني وطاح على ذيب. ذيب يا خال، علمه بي ذيب قبل الرجل لا يطيح عليه، وحين طاح عليه الرجل صار أحصيني، وذيب ما قدر له وبقل منه. حضر الغدا يبا. ها؟ وين أمك يا مثلا؟ راحت الغدير تغسل، الحين تعاود. زين زين، روحي يبا، روحي على الغدير عاوني. هيا يلا. لكن من هو؟ وليه يتخفى؟ وليه يدافع عن سعد؟ ما عرفت. ايه، اللي سرق الحلال واللي رجعه للشيخ مسعود واحد، هذا اللي كنت افكر بيه والحين توكت منه يا بشار. عايش بيننا، وكاد انه عايش بيننا، ولهالسبب يخفي وجهه. ثلاثه بس اللي عاشوا بيننا من فتره، واحد منهم معروف وهو سعد، واللي يخفى وجهه واحد من الاثنين الباقيين. من يا خال؟ الأول ركان يا بشار. ركان؟ لله، مو هو معقول يكون ركان. ركان قصته واضحة، وأكدها عارف. الأمور الواضحة هي اللي تخوفني يا بشار، لأنها واضحة. بالعون ما أنا قادر أفهمك يا خال. ركان يا بشار ما يصرح بسهولة باللي كان يساويه، ما بيها أحد يفتخر أنه ردي حتى لو كشفه عارف. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية الردي ممكن يكون ضدنا وليه معنى، مهو ردي. اي كلامك معقول. والثاني؟ الثاني مهاود. مهاود قهوج الشيخ؟ اي قهوج الشيخ، ما تنغرب اللي تشوفه يا بشار. ايه، لكن مهاود مسكين ويخاف من العتمة. لزوم انت حقق من الاثنين، هم بس اللي لفوا الديرة من مدة وقبل سعد. طيب ليه؟ وش يقصدوا؟ هذا اللي اتمنى اعرفه يا بشار، وكاد انه وراهم سر. وكاد اللي يصير بالديرة ما يريح ابد. اسمع يا بشار، تروح الليلة الكايد وتقول له انت قابل الليلة ببيتك. تامر يا خال. والله هي الفرصة، علم الله لو اغضبه لهد حيله. اي شلون شلون يا ذيب شلون وانت ما تعرفه شلون؟ ما بشي يصعب علي، انا ذيب يا الاخو ذيب، وانت تدري. ها؟ فهمني فهمني شلون. سعد. سعد؟ ما فهمت عليك. اذا ضربت سعد يظهر اللي غدرني لاجل دافع عنه. اي صحيح صحيح، لكن شلون تقدر عليه شلون؟ وانت وين رحت يا سقيطة؟ تعاون انت. اعاونك؟ اي اعاونك. وش عليه بس شلون ودك ايانا اعاونك شلون؟ انت واثنين من اللي قلوبهم صخر تضربون سعد، وحينها يظهر اللي دافع عنه، وانا اكون له بالمرصاد. اي ما يخالف، وانا بمرك. والحين خلنا نتفق. مبخل عليك يا عارف، مبخل عليك باللي تطلبه. اي صحيح، وبشار مستعد يدفع كل اللي عليه. اي لله يا عارف، لله اريدها الحين.
اريده مشان الخمه خماسي على اليمين وخماسي على الشمال والدهد حيله، مو مشان بشار وفشار، انا ودي فش غلي ودي فش غلي بيه. زين ومتى؟ بول فرصه. هذا هو ذيب ودي طرقوع لبن. هي الوقعة تساوي بيك هيك؟ اي تساوي، انا وقعت وتدحرجت على الارض بعد. علامك يا جدي، ما انت مصدقني؟ اه مصدقك مصدقك، ما رنت به روحك مرة ثانية. تهواه تهواه وما تفكر بغيره طول ما هو عايش. وايش اللي تقصده؟ اللي يقصده واضح يا عقيل، ما بغيرك احد يقدر ينفذ اللي ببالي. انا يا فراس؟ اي انت تروح لديرة الشيخ هلال وتذبحه هناك. اذبح فواز؟ انت بعقلك؟ من هو اللي يقدر يذبح فواز يا فراس؟ هذا فواز وانت تعرفه زين يا عقيل. للحيلة للحيلة هتقدر عليه، وإذا سويتها وذبحته أنطيك اللي بعمرك كله ما كنت تحلم به. لله يا أخوي لله، ما أقدر يذبحني يا أخوي يذبحني. خلني أقولك شلون تتصرف وبعد إيش ترفض أو توافق. وإيش قلت؟ زين زين قول اللي عندك الحين قول. تعال أعلمك. أنا ما أقدر أتخلى عن هالعادة يا هند. وأنا ما أقول تخلى عنها، أنا أقول ليه نوارة تقوم بكل هذا. أحس بتعب بجسمي يا هند، ما أدري ليه. تسلم من أي تعب يا بعد عمري. نوارة أعتمد عليها بكل شيء، مو هو اللي تساويها الحين وبس. عز الله كلامك صحيح، نوارة بنيت رجل. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. تطمن يبا، كل محتاج بديره أخذ نصيبه من خير الله. الحمد لله، الله ينطيك العافية. الله يعافيك. علامك يا دهام، وش بيك؟ ما في شيء. علامك يبا وش بيك؟ ما في شيء لا تخاف. ارتاح يبا. نام يا دهام. ارتاح يبا. نام نام يا دهام، نام مرتاح. وبهالطريقة تذبحه وهو نايم وتنهزم وتعود للهان قبل شروق الشمس، واللي تتمناه ينتظرك. ها وايش قلت؟ ما هي محتاجة لكل هالتفكير يا عقيل. زين وباكر مع شروق الشمس ارحل لديرة الشيخ هلال، وانا الليلة انطيك اللي بالريقك، وبعد التنفيذ انطيك اللي تريده. زين اتفقنا. والحين ارخص لي اخوي. أسلم عليك. مع السلامة. ما حد يقدر يقرب مني يا نوارة طول ما أنا عايش. تقصد إنه ما هو ولد صديق عمري مرشد؟ إيه واضحة، إيش قصد خالي؟ وش اللي يمنع إنه ما يكون هو يا كايد؟ للا يا مناع، ما صدق أبد، وكاد إنه ولد صديقي، عارف وكد لي هالكلام. وليه حنا ما نتوكد بعد؟ شلون؟ نرسل طارش الربعك تقص الحقيقة ويعود لنا بالمفيد. طارش؟ ايه طارش، ولن كان ركان صادق
نحط ايدنا بيده وحنا ما احنا خايفين. تضيع وقتك يا مناع، من مهبول حتى صدق؟ لو انه مهو صادق ما كان قال لي على امور تخص ابوه والقلال اللي يعرفوها. اسمع يا كايد، اللي وده يساوي شيء يساويه ولو كان باي طريقه. وحنا ما نخسر شيء لو صبرنا الحين يعاود الطارش، ونتصرف من غير ركان. مع اني من راي كايد، والرجل ما يكذب الا انه شهم وكريم، والشر يطير من عيونه، كل شيء بيه يقول انه ردي. ومن هو الطارش اللي نقدر نعتمد عليه بهيج موضوع؟ الطارش بشار. انا؟ ايه انت بشار، علامك. لكن يا خال انا ودي اتجوز، اريد نجود يا عم. ادري، ونجود ما تكون لغيرك. لعاد من باشر الصبح اسري واروح لدير تهلك وارجع بسرع وقت. اتفقنا، ارخصوا لي الحين. مع السلامة. امان الله. ونواره يا خال. اجوزك اياه، لا تخاف يا خالي. خايف انت جوزت نجود بالاول، ابوها ما ينطيني اياها، ما يجوزني اياها عذره. ما عليك يا بشار، ما عليك. وكايد حين اتجوز نواره بالاول خايف يرفض ينطيني نجود. اوه، انا اتصرف يا بشار، لا تشغل بالك. اقول لك اجوزك اياهن كلياتهن، بس انت نفذ اللي طلبته منك زين، تفهم؟ ابشر يا خال، علينا قول وفعل. كفو. قلبي ما هو متطمن يمه، ابوي ما يتحسن ابد. باشر اذا ضل على حاله نطلب الامداد. وليه ننتظر الباشر؟ ما تفرق اليوم عن باكر، بعون الله يتحسن وما يحتاج لشيء ان شاء الله. يا رب يا رب. يا عمه، هي يا عمه، انا ودي اروح الحين، وباكر باذن الله مع شروق الشمس اكون هان. واذا ظل عمي على حاله لا سمح الله اجيب له همداوي. تطمنوا ولا تخافوا من شيء طول ما انا موجود. زين زين يا فراس، ما تقصر ابد. يا عمه شلون اقصر مع عمي؟ تصبحوا على خير. تلاقي الخير بامان الله. ها يا بشار، انتظرني يا خال، ما توخر ابد، ولا تنسى الوعد اللي بيننا تنفذه. انفذه. بخاطرك. مع السلامة. ادعي لي بالتوفيق. اوه، مع السلامة. يا ويلك يا ركان، لن كنت شذوب.
صباح الخير. صباح النور. ها شلون صرت اليوم؟ ان شاء الله تحسنت. تريد الصدق يا جسار؟ ما انا قادر احرك ضلاعي، الوجع بكل مكان بجسمي وازود من امبارح. ما عليك، باكر تصير احسن باذن الله. وين جدي؟ طلع مثل كل يوم، لكن هالنوبه اخذ معاه مهاود. اي زين، خلنا اقوم اجيب الزاد. لله، ما اريد افطر، ما هو ببالي. لله ما يصير، لزوم نفطر سوا. صباح الخير يا مثلا. صباح الخير يا اخوي. صباح الخير. صباح الخير. شلونك؟ الحمد لله. مثلا حضري لي الزاد، اريد افطر انا واخوي. تامر يا اخوي. اخوه؟ اي يمه، ولدك. اشرب يا دهام اشرب. بسم الله. بسم الله. صحتين وعافية. لو سمعتوا كلامي كان جبتها مداوى البارحة. ما يخالف يا فراس، روح له الحين يا ولدي بساح. عيني خير يا مرت عمي، عيني خير. وانت بعد يا بنت عمي طملي بالك، هالساعة اجيبها مداوى بساع، ترى ما توخر. عطفك وعونك يا رب. الموت بوجهك يا عمي، وشده يسوي لك يا مداوي؟ الله يرحمك يا عمي، وموتك يا فواز كل شيء يصير بيدي ولصالحي. المهم تعرف شلون تتصرف يا عقيل. عيني خير يا بنيتي، بإذن الله يقوم منها سالم إن شاء الله. يمه إن شاء الله. أحتاج لك اليوم يا فواز، أحتاج لك. علامك يا عمي، وش بيه؟ ما بي شيء. شلون ما بي شيء؟ ونظراتك ما هي كالعادة، قول اللي بقلبك. ما بي شيء، صدقني. وليه ما تاكل؟ ما هو ببالي. زين، وانا شبعت الحمد لله. صحتين وعافية. ميه معقولة اللي تفكر بيه يا مناع؟ ميه معقولة؟ وين رايح؟ هتمشى
ما انا متعود اظل قاعد. زين الله معك. جود وش تساوي عندك؟ اظل انتظر بيك لمتى؟ وين عقلك؟ طار من راسك؟ ليه يا مرت عمي توخرت انا؟ ما تجاوبي، انقلعي من قدامي، انقلعي. وش هالبلوى اللي ابتليت بيها يا ناس؟ طمنا. بإذن الله إن شاء الله خير. ما كان بي شيء، فجأة انقلب حاله. تقول يشفى وتعاود له عافيته. بإذن الله يشفى. خذ العشبة هاي أغليها العمة. زين. خذيها نوارة العشبة أغليها لعمي. السلام عليكم يا اخو. وعليكم السلام. وين بيت الشيخ هلال؟ وصلت يا اخو. هذا هو. ايه مشكور يا اخو. وليه التأجيل يا جسار؟ اليوم تجمع العيال وتخبرهم ان التدريب باكر. ويدك ان شاء الله تحسنت. الحمد لله زينه ما بها خلاف. الحمد لله. السلام عليكم. هلا. وعليكم السلام. هذا بيت الكرم، بيت الشيخ هلال طال عمره. اي وصلت، تفضل فوت. يا اهلا وسهلا. يا هلا. انا مهلي. يا حياك الله. يا خير. أنا عابر سبيل، تقبلوني ضيف إلا يوم واحد؟ يا حياك الله، البيت بيتك وانت بين هلك وربعك. يا أخوي يا سعد، لا هنت قهوة الضيف. إيه بالله. أنا جسار حفيد الشيخ هلال، وهذا أخوي سعد. يا هلا بيك وبأخوك. تفضل يا ضيف. مشكور. حياك الله. قهوة يبا. ها؟ عشتي يا مثل عشتي. صبي يبا صبي. تمر يبا. علامك يا مناع. أشوفك قاعد ما هي عوايدك. من تداريه وش اللي مكدرني أنا وفاه؟ للا ما أدري. أما الشيخ هلال الله يطول عمره. ودهيانا نعتبر سعد تقول انه واحد منا. تفقد الزاد على النار يا مثلا. تمر يمه.
تريد الصراحة يا مناع؟ طول حياتي معك ما حسيت انك غامض وما انت مفهوم قدر اليومين اللي فاتوا. وش قصدك شلوفة؟ ما ادري، اللي احس بيه ما هو واضح ويخوفني. خوفك؟ مناع، اخاف تكون عيشتي وهم كبير من يوم ما مات جزاع الله يرحمه. وهم؟ وش هذا اللي تقوليه يا نوفا؟ عمي لفانا ضيف. ضيف؟ ايه يا عمي. انت ايش اللي جابك يا عقيل؟ وانت ليه مضايق؟ تتكدر لو جيت تتطمن؟ الشيخ دهام يدري؟ لله ما يدري. شلون تسوي هيك من غير علمه؟ وكاد اللي دزك في الراس. هذا ما هو شغلك؟ شلون ما هو شغلي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا. عابر سبيل يا جدي ونزل علينا ضيف. حياك الله. حياك الله يا ضيف. تفضل يا هلا. تفضل. قهوة يا مهاوج. تامر يا عمي. تفضل. زين زين لا تكثر هرج. انا ما نطايق اسمع احد. يلا ابعد عن وجهي، روح وضيفك. لكن يا عمي اللي صار ما لي ذنب بيه. انا لا سالتك ولا اريد اسمعك، فهمت؟ زين يا عمي لكن بشار جسار. انا لو ودي اسمعك كنز سالتك بالاول. يلا يلا وضيفك. زين يا عمي. اما انت شغله صحيح. يما قلبي ما هو مرتاح ابد. ليه؟ ما ادري، حال ابوي ما يطمن، كلامه مع بشار ما يطمن، ما يريح ابد. والحين تشوفينه شلون خلقه ضيق وما هو طايق احد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون عمي الحين؟ على حاله. بإذن الله يتعافى. إن شاء الله. الله يسمع منك. تطمنوا تطمنوا طول ما أنا موجود. أقول لغاية ما يتعافى عمي أشوف أنا أحوال الديرة وأشرف عليها. لله يا فراس، ما حد ينوب عن أبوي طول ما هو عايش. وانت ليه تحاجيني بهالطريقة؟ خلك بحالك يا فراس، حين أحتاجك أطلبك. تحتاجي لي؟ أنا ما قصدتك أنت يا نوارة، أنا قصدت الديرة، الربع كلهم. أنا نوب عن أبوي بأمور الديرة. أنت؟ لا ترفع صوتك، أبوي مريض. روح لبيتك، ومثل ما قلت لك حين أحتاجك أطلبك، وبإذن الله ما أحتاجك. زين يا نوارة،
اتحملك اتحملك اجل حالها اللي انت بيها. ليه سويتي هيك شنوارة؟ بحس انه متضايق لاجل ابوي يمه. حنا محتاجين له الحين يا بنيتي. ليلا يمه، بعون الله ما نحتاج لحد، وابوي تعافى وما طول رقدته. بعون الله يمه. ان شاء الله يمه، ان شاء الله. وباشر بعون الله اتابع طريق لديرة الشيخ مسعود، وقعد عنده يوم او يومين، ومن بعدها اتابع طريق الى المدينه. موفق ان شاء الله. التجاره مخاطره كبيره طال عمرك، ولكن اللي مثلي ما يخافها لانه تعود عليها. ولقمه الحلال طال عمرك تحتاج للجهد والتعب والحركه. اي صدقت. وش بدي اقول؟ وش رايك يا عقيل لو نتمشى قرب المضارب؟ بعد اذنك يا جدي. اي ما يخالف. الضيف واحد منا الين يغادرنا. زين. قوم معي يا عقيل. قوم. الله معكم. يلا. السلام عليكم. السلام عليكم. امان الله. هلا. عطني مويه يا مهاود. ابشر يا عمي. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صحة وهنا يا عمي. بارك الله بيك. تريد مني شيء ثاني يا عمي؟ سلامتك يا ولدي. بعد اذنك يا عمي، اريد اروح اجيب حطب من عمتي. اي ما يخالف، بس لا توخرها. زين. سلم عليك. فمان الله. انت بعدك ها؟ اي علامك علامك علامك، ودي اشرب لي طرقوع لبن وبعدين امشي. طرقعك البيت. ما يخالف ما يخالف ما يخالف ما يخالف، كله زين كله زين. نذيف. اي نذيف، تعال طلع من الديره. طلع من الديره. إيه؟ قدامي قدامي. انت وش بعدك تساوي هان؟ يا الحين اروح اترزق. تروح اترزق وجهك الوجه، خلك مثل الحريم. اي هذا راح. اللبن اللبن وين؟ عودة. زين زين نواره، زين باكر اخلص من الكان يحميك وواسيك على فراقه ودفنه بديع، وبعدها اريد اشوف شلون ودش تتخلصي مني.